كنطيب ما والو، لي جات شي حاجه وكنطيبها يلوح ليا فيه، صافي ما كندير والو. فوق وليدي انا حالتي حاله. مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي في، مرحبا بكم مباشره من مدينه المحمديه. القصه اللي غادي تشوفوا اليوم ماشي للفرجه اكثر به هي للعبره. القصه اللي غادي تشوفوا اليوم بيتمنى حتى شي واحد انه توقع ليه ولا تصرا لشي واحد من العائله ديالو. هاد السيده اللي كتقول ان فوق مني ساكن سيد، واش فوق مني؟ يعني جاري ساكن حدايا، يعني مشعويد قهرني بالسحور، يعني بقطره السحور اللي كان كيدير ليا شعري حسنته، بقطره السحور اللي كيدير ليا غبره، كنكون ناعسه كشوي الغبره في راسي. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هادشي كتقول لك ان هادشي كنحيدو في ليله واحده من راسي. معنا السيده اللي غتعاود لنا التفاصيل اللي طراو لها مع الجار ديالها، تعاود لنا كيفاش حتى طرا ليها بحال هكا. ممشي السلام عليكم. سلام وليدي. اول حاجه عاود لنا من الاول شنو وقع لك؟ اول مره كنا تخاصمنا صافي، وقبش انا جيت صافي ما بقينا ندير والو، واحد شويه قال لي والله ما تبقى فيك، والله تنغبرك، والله نصيفطك الروضه. صافي وليت نعس بالليل كيتلاح ليا في راسي. شنو اول شيء اللي كيتلاح لك في راسك؟ بحال الغبره، بحال الغبره في الراس. وملي شكون اللي كيلوح عليك؟ جاري. لا كيفاش حطاك فوق راسك؟ ايه هو شعواد كيتلاح كيلوح ولا ما عرفتي باباه، هو شعواد. يعني كتكوني ناعسه كتشوف فيها كتلقاها غبره في راسك. ملي نسمع نحس بالحريق نوض الماء نبدا نغسل صافي. ملي كتغسلي كتحيد داك الشيء؟ كنحيد داك الشيء كيهبط، كيحيد داك الشيء. قلتي بلي ديما كتحيديه كيبقى يتحيد لك؟ اي تحيد، وعقب كان يدير نحيد في الليل وبالنهار وما تليتش. يعني دابا لا حيدتي دابا يتحيد منك عاوتاني؟ من الليل تاني يجي. واخا حيدها نمشي نشوفو لو غير تحيد. انا غادي نحيدها. كيف؟ خليها ماشي مشكل، خليها. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام الحاله ديال السيده هادي؟ نحيدو بوحدو. حيدها حيدها بوحدو، حيدها شوفو. ما فهمتش هذا. حيدي من راسك، حيدي من راسك. اي عرفت باش تشوفوه ما نزيدش لهذا. شتي كنت حيد لك من راسك هادشي يوميا؟ يوم ماهيشي يوم، ديما ليل ونهار حالتي ولدي. كيف كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام الحالة ديال السيدة هادي؟ يعني شوفوا شتي كنت حيد من راسك. الفرجة أكثر ما هي للعبرة، كنتمناو أن الناس يردوا بالهم، كنتمناو ان الجيران يعني شوفوا معنا الحاله اللي كتحيد من راسها. شوف معنا واش داك. هات ولدي هات 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 ولدي. شنو هادشي مشي بيا الضير؟ اه؟ شي حاجة بيضة ضايرة تما كاينة قاصحة وكركبة. فين؟ فين الكلمة؟ شي حاجة بيضة اللي كاينة تما. لا ما كاينش، لا هات هات هذاك الغبرة اللي كتكون اللي في راسي ما فيهاش هاد. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. هات ولدي هات. واخا نمشي بغينا غنعرفوا المعاناة اللي كتعاني انت مع هاد السيدة. غير هادي ولدي كنموت. كنموت وليدي، ما حلو وليدي بزاف. ما حلو، ما عندي حد. ما عندي حد. الطول في خدمته ما قلت لي حتى حاجه، جا نهار العيد ومشى صافي، الاخر مشدود ما عندي حد ولا غير الله سبحانه هو. كيفاش تولى شعرك بحال هكا؟ علاش مشيتي حسنتي؟ حسنت اول مره ملي لاحو تلصق ليا داير هوك، ما كانش بغي يتحل يتحيد. شعرك تقبل ليك؟ اه شعرك تقبل ليك؟ تقبل ليا ولصق على بعضياتو بهذا الشيء قوى بزاف، ولصق على بعضياتو صافي وليت نحيدو، وليت ندير هكايا ونحيدو بالموس بهذا بهذا. نقص تحسني شعرك؟ وليت نحيدو، وليت نحيدو على الاخر درت لي ماكينه، ماكينه حيدتو هذا سهل عليا، وليت ندير لي حد هكايا سهل عليا. هاد هاد ولدي هاد. دابا يلاه غسلتيه دابا وجهي؟ اه يلاه غسلتيه ولا بحال هكا؟ اه دغيا اه كي يروح داك الشيء. اه هاد غسلت عص اقويل عاد تاني غسلت. هات ولدي ها هات هات ولدي هات. لا صافي بارك لك امونجي، بارك بارك. ورانا كنبغي نحيدو وليدي، ما كنبغيش نخليك يضرني في راسك يعطيني الحريق. هات هات ولدي هات هات.
كيف ما كتشوفوا معنا واش هذا كرام الحاله اللي كتجي السيده كيف كتشوفوا معنا العذاب اللي معذب هذه السيده هذه مع الجار ديالها بات هنا وليدي كنبات هنا كنبات هنا كيفاش دايره مش حتى كتنعسي بالليل وانت في الحاله هذه كنعش واخا ملي نغسل نحيد داك النعس نقول غنعس شويه ما كنعاش والو وليت نطلب نبغي عاد نعس شويه والو يعني ما قدرتيش تنعسي امش لا والو شوفوا معنا واش هذا الكلام الحاله اللي كتعيش هاد السيده واخا مشي فكما قلتي لنا باللي هاد جارك هذا ماشي ما مشاتيش غير بالسحر والشعوذه بل حتى ملي كتكوني ناعسه بالليل كيجي كيفرقع لك الباب هو صاحبه وكيشفرق حوايجك انا ما كن انا كندير صاحبه كيغديوها بنهار صاحبه صاحبه يقول لي كيدخل كيهز وكيدي لي هو هذا بوعير كيبيع طبق شيشه والاخر سميتو بلا ما تسمي بلا ما تسمي بلا ما تسمي سميات صافي كما قلتي كيفاش كيديروا قلنا غير كيفاش كيديروا حتى كيشفروا ليك ها كيشدوا حتى كيشفروا داك القفل علي جا كيحلو غاسيروت عادي على قد الحال ما دايرهش يساروت هو الساروت اللي كان كيحلو كيدخلو انا نكون غايبه ندبر على ما ناكل نخدم نشعل العيال نصب نجفف اي بلاصه اي وحده العيطت ليا كنمشي نخدم عندها باش يجيب من ناكل وهاد التوالي مابقاش يخرج كاع صافي واخا مشي ما خرجش هادي سيمانه دابا عرفتيش كتقدر تخرج الزنقه كنخرج كنخرج وين كنخرج كنجي في الساح وليا مس ما كنتشاي هنا مشيت ليني كنعاد واحد المراه قالت لي جي جي ديري لي صبني لي شي مغلط ملي مشيت جيت صرت الدنيا مقلوبه صافي فيها بقيت نهار مطال وانا نحيد في داك الشيء وانا نجفف وانا حيدت راه كلشي حيدت هنا جففت ولا هادشي انا مقلده على راسي دابا هادشي دابا تحياتي ديال راسي هادي حيتي من راسي غير البارح البارح انا مقلده ولدي انا مقلده هنا وهنا على البارح ولدي حيتو هادشي على البارح صافي ديال يامس وديال غير البارح هذاك اللوح واخا ممشي عرفت شنو اللي خلات سيدي يدير لك الحالات هو واش هاد الدرجه لقاك انت بوحدك الله يحكر عليك حكر عليا بزاف ولدي حكر عليا بزاف قالوا لي يوسف يقول لي تبا نطلع منك تبا نصيفطك الروضة تبا نصيفطك الروضة حكر عليا كما قلت لي حتى الناس ما بقيتش كتنعس ما كنعش ولدي ما كنعش ما كنعش يلاه ندير هكايا نبغي يديني نساو صافي نوض نجري نوض نحط الماء نحط الفاني نحط كل شيء مجدا هنا صافي حدي ندير هكا ونبقى نغسل 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 تيبرد لي راسي ونمشي تاني ندفع ندير هكا تاني نطير تاني ما كنعش انا مقنده وليدي ما كنعش واخا واش هاد السيده هذا عندك معاه شي مشكل كبير ولا غير مرة واحدة غير خاصمين غير كنا عم خاصمين ما كاين حتى شي مشكل كبير ما كاين عم خاصمين ملي مخاصمين يتحلف عليا مخاصمين مشينا للمحكمة صافي هو صيفطوه انا صيفطني صيفطوني صافي جيت انا قلت صافي صافي ولا داير لي هاد الحاله وكو هادي دابا راه جايه نقول لك شي 6 شهور من 7 كثار هادي 7 شهور انت في هاد الحاله هادي كثر ما هي 7 شهور شي 9 شهور ولا 10 هادي الشهور وانا في هاد الحاله وهني ما كانش قوي بحال كان شويه كان شويه وهذه نقول لك شي 15 يوم صافي وليت منعش 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 يعني الناس مابقيتيش كتنعس ما بقيتش نعس دابا الليل لا بالنهار لا والو يعني كلشي ولا بقدرش مع انه كيسحر لك كلشي كتحس قادر كما قلت لي كتحس راسك بحال غتسطاي الحريق 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 غادي 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 نتسطب بالحريق الحريق ما تليت نطيب ما تليت ناكل ما تليت نصبن ما تليت ندير حتى حاجه وليت هبركة على النبكه وراسي نحب نحيد منه داكشي واخا واش هاد السيد هذا معروف ولا كيدير شعواد ولا معروف ما عرفت ليه ما عرفت هو كيقولوا شعواد ما عرفت شعواد شعواد كبير اكبر شعواد كيفاش طاشو خاطرو اني نشوف مرا قد مو يدير فيها هاد الحاجه وريتها قدي ولا هكاك تا هو راجل كبير كبير الله يلاه كبير ومتقاش الله وما خافش من الله باش يدير لك هاد الحاله انا ندعيته والله ما حني ندعيته والله ما حني يا وليدي ندعيته والله ندعيته لربي ندعيته لواحد وحده واخا ما مشات السيد اللي كان كيشوف فيك دابا شنو بغاتقولي ليه اش غنقولي اش غنقولي يبعد مني يبعد مني راه قارني راه مرضني حاول تمشي انك تشوف شي طبيب على حساب الشعر ديالك
عنديش باش وليدي ما تكتبش عليك ما عنديش باش عنديش هو كان دير لي هذا الشيء وحشويه ما بقاش دايرو وحشويه على الاخر عاد ولا عطاني الدق ديال بس مجهد عليك هذاك الشيء جهد عليا متليت نحس متليت نحس متليت نحس متليت نخرج متليت نمشي نخدم متليت نعيطوا لي العيالات نقول لهم رانا مريضه رانا مريضه رانا مريضه وكون خرج نكرز راسي وصافي وكل شيء فكيف قلتي لي دابا تدار كل شيء كتخافي تخرجي منها فرح وجهك كلهم داهم لك كل شيء داهم لي ما خلوش ليا ما خلوش ليا ما ينطاش جديد داهم ليا اللبس ديالي داهم ليا يعني الدار خواوه خواوه ما خلوش ليا يعني قرب المشاهدين وردهم الدار كي ولات دابا هاجم عليهم وجهي كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام هذا الدار كلها يعني خواوه شوفوا معنا المشاهدين الكرام الحاله اللي ولات فيها الدار هذه فكل شيء باعوه شوفوا معنا المشاهدين الكرام كلشي كلشي تفليا عايز نشوفو دابا شوفو معنا واش داك الكلام يعني الدولة كلشي التلفازة شفروها الثلاجة وقال احسن من الثلاجة ماشي الدولة ما كانتش التلفازة شفروها لي صغيرة ما عرفت فين زاد التوالية ما يعنيش ديال الكوزينة ما خلو ليش ما خلوش ليا وليد غطا كلشي ودابا كما قلتي لنا كلشي كتخافي تخرجي من الدار حق ربي وليدي تجيبي ما تاكلي راكش علاش وليدي راكش علاش كنخرج كنصبر نقول ما ربنا يهديهم والله ما ربنا نمشي نصيب كلشي ماشي كلشي ماشي ونجي تو على اللبس تو على اللبس داو ليا ما خلوش ليا ما خلو غير ليا مصحصخة غير ليا مصحصخة ويشدوا ويشدوا هذه اللي صابوا الروح شي حاجة زوينة وخلوهم ليا محطوطين هنا ما يعنيها تشوفوا معي كلشي دوم ليا حاجه المعنى دوم ليا المعنى كلهم كل شيء كلشي هاد ما خلو حتى حاجه هاد قولي البانكويت وهاديك الطق الطق طق عطاتهم ليا واحد المره واخا مش بغينا نعرفو انت كيدوزي كيدوزي العيد الكبير في الحاله هذيك انت تيدوزي العيد جات اختي وكوكو غسلناك المعينات وطلبنا المعينات وهذه وعلى الاخر رديت من المرا خلاته ليا شي ردي اش رديته لي انا اختي جات وسات فتحنا ومشينا لنا كامل الثقه في الناس المحسنين اللي عندهم الثقه اللي عندهم علم بهذا المرض هذا اللي عنده يعني اللي بغى يفيد هذه السيده هذه كما كتشوفوا معنا انك تقول انا ما بغيت لا فلوس لا والو انا بغيت غير السيده بعد مني ويفوتني عليه باش نعيش مرتاحه كيف ما كتشوفوا معنا هذه الحاله هذه السيده هذه الى هنا كيحدي بزاف واخا خلي ما اخرج تقول لها الناس اللي كيشوفينا دابا هما ماشي اللي بغاو يعاونوك ويعرفوا المرض اللي عندك ولا لا كانوا ممكن يعاونوني لا باش ما كان باش ما كان حافظ انا مرتاح نمشي حافظ انا مرتاح قولي لنا انا مرتاح نمشي قولي انا مرتاح اللي بغيتي تعاوني ما عرفتش نقول فبقاو معنا مشاهدينا الكرام ان السيده عطينا الرقم ديال الهاتف ديالها على الاقل الناس اللي على علم الناس اللي عارفين المشكل اللي عندها كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني هاي الحقان كتقلب على الهاتف ديالها باش عطينا كنتمنوا من الناس اللي عارفين السيده هذه اللي عارفين المشكل اللي عندها اللي فيه طار لي هذا المشكل ولقى الحل ديالو فهي كتقول انني انا بغيت غير راسي كيف ما كتشوفوا معنا كتقول انا كنفك نلقى غبره بيضه فوق راسي شكون دار لي الغبره منين جاتني الغبره الله اعلم يعني الرقم ديالها مشاهدينا الكرام 06 77 10 19 60 06 77 10 19 60 كنتمنى منكم مشاهدينا الكرام انكم تعاونوا مع السيده هذه الى هنا مشاهدينا الكرام تبقى نشوف تفينا نهايه هذا البث على امل نلقاكم في بث مباشر اخر شكرا والى اللقاء شوف ولدي شوف هذا واش ما تبركيش عليه يعني كيلو لك الصباغه باش ما تبركيش عليه هي الصباغه هذه هذيك ما حتىش يقولوا لها حاره هي الصباغه هي الصباغه راه ما بالراسه هي الصباغه إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية البث على أمل نلقاكم في بث مباشر آخر شكرا وإلى اللقاء.